شريف مالك، من ساعة ما خرجنا من السينما وانا حاسة ان فيك حاجة مش طبيعية. ابدا مفيش، ما تشغليش بالك. لا فيه، بخصوص الشغل خلاص ممكن تأجل اجازتك. الموضوع مش موضوع اجازة يا ليلى، بيفرضوا علينا ان احنا نقدم قطعة عائلة للست اللي بنتجوزها. لما قدمتوا عرفوا ان مامتك يهودية. حسبتهم غير حسبتنا يا ليلى. وهي ايه الجريمة اللي هي ارتكبتها؟ انها يهودية؟ وبعدين انا كان ممكن اهاجر معاهم انا كمان. لما فرضوا علينا ان احنا نهاجر. بس أنا فضلت عشانك، ودلوقتي هما بيفرضوا عليك إنك تضحي بحبك. ليلى، أنا قررت ألغي الأجازة، هخليها استقالة. ما تكملش يا شريف.